فإن من الملاحظ أن الناس في رمضان تكتظ بهم المساجد، وبعد أن ينتهي رمضان تجد هذه الجموع التي تملأ المساجد قد غابت، فلا تقام بعض الصلوات إلا على ثلاثة أو على أربعة، وهذا يا عباد الله من الخذلان والخسران. فإن من علامة قبول العمل أن تتبع الحسنة الحسنة كما قال ذلك بعض السلف. والصلاة يا عباد الله أمرها في الإسلام عظيم، فمن صلى في رمضان وترك الصلاة في غير رمضان فإن صيامه في رمضان لا ينفعه، وقيامه في رمضان لا ينفعه، وجميع أعماله الصالحة لا تنفعه، لأن الصلاة يا عباد الله عماد الدين وعليها الحساب يوم القيامة. من تركها فقد كفر بالله العلي العظيم وخرج من ملة المسلمين. قال صلوات ربي وسلامه عليه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال علي رضي الله عنه: من لم يصلي فهو كافر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فمن صلى في رمضان وترك الصلاة في غير رمضان فإن صلاته وصيامه وقيامه وأعماله الصالحة التي عملها في رمضان تكون هباء منثورا، لأنه لا يصح مع الكفر عمل. قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.